إذا كانت معادلة تحويل درجة الحرارة المئوية إلى فهرنهايت هي C يساوي 5 على 9 ضرب F ناقص 32 حيث C درجة الحرارة المئوية و درجة الحرارة بالفهرنهايت أعد كتابة صيغة المعادلة حتى تصبح بدلالة الفهرنهايت إذن C تمثل درجة الحرارة المئوية و درجة الحرارة بالفهرنهايت. المعادلة الحالية تعطيكم درجة الحرارة C بدلالة F. الآن يجب عليكم إيجاد F بدلالة C. إذًا لديكم المعادلة C يساوي 5 على 9 ضرب F ناقص 32 والمطلوب تحويل الصيغة لتكون المعادلة بدلالة F. بداية تخلصوا من الكسر 5 على 9 في الطرف الأيمن، كي يبقى لديكم f ناقص 32؛ لذلك اضربوا طرفي المعادلة في مقلوب الكسر 5 على 9؛ أي 9 على 5. الطرف الأيمن ضرب 9 على 5؛ والطرف الأيسر كذلك؛ تصبح المعادلة 9 على 5 في c في الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن؛ تعلمون أن ضرب الكسر في مقلوبه يساوي واحد دائما أي أنكم قد تخلصتم من الكسر هنا تصبح المعادلة 9 على 5 في C يساوي F ناقص 32 لاحظوا أنكم لا تحتاجون إلى الأقواس الآن لأنكم تخلصتم من الكسر بما أنكم تريدون جعل المعادلة بدلالة F عليكم التخلص من سالب 32 في الطرف الأيمن لذلك أضيف 32 إلى طرفي المعادلة الطرف الأيسر يصبح 9 على 5 ضرب C زائد 32 يساوي الطرف الأيمن 32 ناقص 32 يساوي صفر يبقى لديكم F في الطرف الأيمن انتهيتم من حل التمرين ووجدتم صيغة رياضية لدرجة الحرارة بالفهرنهايت بدلالة درجة الحرارة المئوية